ده اخر تطورات اخبار النادي الاسماعيلي. طبعا انا اتكلم في حوار الكيد بقى، وشايف كلام كتير، وبعض من جماهير النادي الاسماعيلي تقول ايه ده، المجلس بقى له 3 ايام وما عملش حاجه، المجلس فين، المجلس ايه؟ طيب صلى على النبي، المجلس لم يكون متواجد رسميا الا بعد قرار اللجنه الاولمبيه بتصدى على الانتخابات، ومن هنا بيستلم المجلس اداره النادي الاسماعيلي رسمي المهام، لكن حاليا لحد وقتنا هذا لم يستلموا رسميا بسبب تاخر قرار اللجنه الاولمبيه. اول النادي الاسماعيلي يخوض اول مباراه وديه استعدادا لبدء الدوري مع الفريق الجيل السعودي. طبعا احنا عارفين ان الاسماعيلي كان هيلعب مباراه وديه مع الفريق اليمني الاسبوع اللي فات، لكن فوجئ النادي الاسماعيلي لقى بدل الفريق الاول لقى الناشئين، فقرر كابتن ايهاب الجلال برفض لعب المباراه وتم الغاء المباراه. فدي النهارده دي هتكون اول مباراه وديه للنادي الاسماعيلي استعدادا لفتره الدوري. محمد السوقي خارج حسابات ايهاب جلال، اللاعب مصر على الرحيل الى الاتحاد السكندري، والنهارده الاتحاد السكندري بيعلي العرض وبيرفع العرض الى 5 مليون جنيه، وفي احتماليه كبيره من موافقه مجلس اداره النادي الاسماعيلي الجديد ان شاء الله. مهم معايا خبر امبارح، النادي الاسماعيلي الفريق الامل فاز على فريق فايد، وكان الاداء اكثر من رائع من ناشئين النادي الاسماعيلي، وفي كذا اسم. طبعا خلي بالكو الاسم ده هيكون الاسم لامع في النادي الاسماعيلي، زي امثال محمد بحيري وكتكوت ومحمد عبد الوهاب ومحمد مجدي واوتاكا. اللعيبه دول افتكروا الاسامي دي كويس، هيكون ليهم بصمه في النادي الاسماعيلي خلال الفتره اللي جايه. اصابات بدنيه شاقه اضافه مع التمرين لصالح جمعه وعمر الوحش لعوده مستواهم الطبيعي واللياقه البدنيه خلال الفتره اللي جايه. انا علمت ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي خلال الفتره اللي جايه في اول عقد رسمي ليه هيتم تنفيذ مهامه، وهو اول مهام ليه هو الابقاء على اللجنه الفنيه، كابتن علي ابو جريشه وعماد سليمان ومدحت الورداني. واتمنى يكون مجلس اداره النادي الاسماعيلي يسيب جهاز الكوره هو اللي يشتغل، والاداره اداره واللجنه الفنيه هي المختصه بالكوره، ويكون هم مختصين بالشغل الاداري فقط وعدم تدخل في التشكيل وعدم تدخل في اللعيبه. ده هيفيد النادي الاسماعيلي اكتر واكتر، يعني خلينا نستفاد من تجارب المجالس اللي فاتت دي. نصيحه بوجهها لمجلس اداره النادي الاسماعيلي القادم ان شاء الله. كده نكون هنا اخبارنا في خلال 48 ساعه اخر اخبار النادي الاسماعيلي. شكرا لكل اللي بيتابعونا من خلال التيك توك وموقع اسماعيلي اونلاين. كان معاكم احمد حلاوه، ما تنسوش بقى تتابعوني وتعملوا لايك لو الفيديو عجبه.